اهلا وسهلا بالاستاذ صباحي والاستاذ مسائي والاستاذ عصاري. الحقيقه الاستاذ عصاري اعتذر مش هيقدر يجي معانا النهارده. طب اتفضل اؤمروني. حضرتك احنا كنا بنعمل تحقيق عن الابطال اللي ليهم دور كبير في كشف الحقائق، وحضرتك طبعا من الابطال دولت. طبعا بعد القضيه الشهيره بتاعت سمير الاسكندراني. مفيش حاجه بتستخبى، دي حاجه بسيطه بنقدمها للوطن. الابطال اللي زي حضرتك دايما في الظل، ما بنسلطش عليهم الاضاءه. واحنا جايين النهارده عشان نسلط عليك الاضاءه. جاهز ولا نجيب الكشافات يوم تاني؟ لا 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 انا مستعد. سلط اي تسليط انت عايز تسلطه. بالزاوي نور. بنورك يا ريس. انت في حقيقه بنت اختك. نور يا استاذ، سلط عليك الضوء. اضحك، افرح، اسعد، احزن. افندم بقول لك احزن مش احزق، في فرق كبير. واديني شغف، اديني شغف. واديني شغط. ندخل في الموضوع. حضرتك ما ترددتش انك تقول شهادتك في المحكمة رغم وجود تهديدات داخلية وخارجية. بالعكس، مصر دي أمي. اللي أقول لي يا سوفت هتنزل في الجونان؟ على الغلاف بالبيكيني هنقلب مصر. أمال ما صورتنيش ليه؟ لا عيب. أنا جايب معايا المصور العالمي محمود البزاوي، ده أكبر مصور في كينيا. ما تصورني. الصورة تمت بالفعل يا أستاذ أمين. وأنا بصورك بطريقة حديثة مش بالكاميرات والكلام الفاضي. أنا بصورك بطريقة الذاكرة الانفعالية. ببص لك كويس، الصورة بتتحفظ في دماغي وبتطبع دلوقتي حالا في الإدارة. أستاذ أمين، تفتكر الفلوس ما ظهرتش لحد النهاردة ليه؟ ولا حتى في حساب سمير الإسكندراني؟ هو في مبلغ زي ده يتحط في البنك كان يبان عليه؟ حرما. وحضرتك بتصلي؟ اسمع مني. اتفضل. انا شم ريحه الجريمه من على بعد كيلو، واكيد سمير الاسكندراني مخبي الفلوس هنا ولا هنا لحد ما يخرج بالسجن. طب تعرف حد تاني اسكندراني غير سمير الاسكندراني يعرف طريق الخزنه؟ حسن الشافعي واسماعيل ياسين اللي شغالين معاه في الحسابات. واحد خد اجازه مرضي والتاني جه الصبح ومشي بعد ساعتين. استاذ امين انت فتان قوي، وده اللي عاجبني فيك. تقدر تقول لي اي معلومات عن حسن الشافعي واسماعيل ياسين؟ طب ما تعرف عني حاجه الاول انا. لا، ما احنا عايزين نعرف كل المعلومات اللي عندك عن حسن الشافعي واسماعيل ياسين. واحب اهنيك يا استاذ امين، مبروك. ده الريسيت اللي هتستلم بيه الصور يوم الاثنين 6 مساء من الاداره. اداره ايه؟ الكنيين القدماء. والاداره كمان بتقدم لك الصور دي مش 4 في 6 بس، لا في مفاجاه، هيبقى عليها كمان كارت هديه. الف مبروك. نحب نعرف بقى كل حاجه عن حسن الشافعي واسماعيل ياسين. يا ابني ما تقلبلوش ليرجع.